من اجل للموازنه، وضعت الموازنه، اجت الموازنه والمفروض تناقش وتوزع بطريقه عادله. ايضا الجانب السياسي كان له دور يعني في عمليه التقسيم، والا ماذا تفسر الاقليم؟ قاع الشيخ هذا الكبير اللي قاعد في شمال العراق واموال من البصره توصل له وهو مرتاح، ووزير هسه انت من تقرا الموازنه هم من تقراها يعني تقول على العراق السلام. فوق هذا كله لانه اجراءات المفروض تتخذ كلها انضربت بالحائط. وزير الماليه النايم الظهر اعطاهم 200 مليار شوف دائره المحاسبه رفضت تتوقع، يعني موظف رغم انه موظف يخاف من الوزير، رفضت دائره الموازنه وخذت اجازه وراحت ما اعرف وين مدير عام دائره الموازنه. تجاوبون الكاظمي؟ يا هو كاظمي من يستجوبه مدير عام، مدير عام تقاعد صار لي 3 اشهر 140 توقيع جمعت، رته يجي ما اجي. ايش بيك انت سيد؟ وين قاعد؟ وينكم النواب؟ هو 140 توقيع على مدير عام تقاعد، ردنا نساله سؤال وتوسلنا به بس سؤال، ما ردنا من عنده شيء. من واقف وراه؟ خير من الله واقفين وراه. بعد مو تحكي لي على السيد الكاظمي مدير عام تقاعد، مو قلنا لهم من يخابروني ليش تسوي جاي؟ عمي بس ارد اساله ما شايفه، بس اريد اساله سؤال. قال لا اساله بالتليفون. منو قال لك؟ المتبنينه الملتزمينه يخابروك لك؟ اي خابروني يا اخي، ما يحتاج يجي سيلو بالتليفون. بعد تريد رئيس وزراء يجي يستجوب؟ وين قاعدين يا دوله انت؟ فاكيد ما راح يجي، والا لو كان المقصر وراء يحس انه اكو وراء استجواب وراء اقاله وراء حساب وراء اكيد، لا كان التفكير يختلف. مو انت بكلامك هذا يعني هم هاي البيانات اذا اللي تطلع بالاعلام هاي للاعلام اللي يطالب اليوم باستجواب وغيره، اذا انتم تعرفون كل زين ماكو استجواب. لا على وش اصدر هاي البيانات؟ احنا اللي علينا نسويه، يعني انا من تقول لي من طالب كتله صادقون بالاستجواب، احنا بدينا بالاجراءات الدستوريه، بدينا نجمع تواقيع وبدينا عرضناها على هيئه الرئاسه، لكن انا اقول لك الاليه او مجلس النواب مهيئ للاستجواب ما اعتقد، باعتبار انه ابسط الجواب راح يجي يقول لك انتخابات بعد شهرين، اذا راح رئيس الحكومه من حتى انتخابات ما في.